عباد الله، اتقوا الله تقوى تنفتح بكم على دراسة كل خطواتكم في الحياة، فلا يقدم أحدكم رجلاً في أي طريق يسلكه ولا يؤخر أخرى حتى يعلم أن ذلك لله رضا، لأن رضا الله هي سر السعادة في الدنيا وهي سر النجاة في الآخرة. ورضا الله لا تتحرك في دائرة محدودة وهي دائرة العبادة من صلاة وصوم وحج، ولكنها تتحرك في كل عمل من أعمالنا وفي كل موقف من مواقفنا، مما أمر الله به أو مما نهى الله عنه، سواء كان يتعلق بما نأكل وما نشرب وما نتلذذ ونشتهي وما نؤيد وما نرفض في مواقع الاقتصاد والسياسة والاجتماع، لأن لله في كل واقعة حكماً يصيبه من أصابه ويخطئه من أخطأه، وعلينا أن نطيع الله في ذلك كله، ولا حرية لنا أمام الله، لأن العبد لا يملك أي أمر أمام سيده، عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً في أي شأن من شؤون الحياة، سواء كان موافقاً لشهواته أو كان مخالفاً لشهواته، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لك الخيار أمام الله، لك الخيار أن تقبل من أي إنسان ما يفرضه عليك من ناحية ذاتية، أو ترفض أي إنسان ما يفرضه عليك من أمر ذاتي، ولكن أمام الله لا مجال لأن تقول أنا حر. كن حراً أمام العالم، كن حراً أمام الشيطان، كن حراً أمام شهوات نفسك الأمارة بالسوء، وكن عبداً لله، وعبوديتك لله هي سر حريتك، لأن الله يريدك أن تكون العبد في طاعته والحر في كل ما تتحرك فيه من حياتك على أساس برنامج الله. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. آراؤكم وتعليقاتكم تهمنا.